السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 4 أبريل 2022. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل ارتداد واضح من مستوى الدعم قرابة المستويات 97.70، ليجري تداوله حاليا عند المستويات 98.70، ومن المتوقع أن يتم إعادة اختبار مستويات 99.50 على المدى القصير مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تشير النتائج إلى الاتجاه الفيدرالي الأمريكي بقوة نحو التسريع وتيرة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على تداولات الدولار الأمريكي على المدى القصير، وتظل النظرة الشرائية قائمة للدولار طالما محافظ على تداولاته أعلى مستوى 97.70، وتتحول إلى البيع فقط في حال كسر تلك المستويات. أما اختراق هذا النطاق العرضي صعودا يدعم المزيد من الارتفاع إلى المستويات 103 على المدى المتوسط. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار، يجري تداول الزوج حاليا عند المستويات 1.1026، ولكن بالرغم من الهبوط الحالي إلا أن النطاقات الحالية قد تدعم ارتدادات واضحة للزوج على المدى القصير. مستويات 1.0950 هي مستويات الفيصل بين الاتجاه الصاعد والهابط على المدى القصير. كسر تلك المستويات سيدعم البيع باستهداف المستويات 1.0850. أما على المدى المتوسط يفضل انتظار اختراق مستويات 1.1180 لاستهداف المستويات 1.14 بالنسبة لتداولات اليورو دولار. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، يمكنكم الاطلاع على مدونة فرصة شراء الاسترليني دولار على مدونة أوربكس. قد يشهد الزوج ارتفاعات قوية خلال شهر أبريل تستهدف مستويات 1.33، ومنها إلى المستويات 1.35 و 1.34. أما على المدى المتوسط والقصير، يجب استقرار تداولات الزوج أعلى مستويات 1.30 لدعم النظرة الشرائية المتوقعة. أما في حال إغلاق يومي واضح أسفل مستويات 1.2850 فإن ذلك كان في النظرة الشرائية. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، ارتد الزوج هبوطا من مستوى المقاومة القوي على الإطار الزمني الأسبوعي، وكانت المقاومة متمثلة في أعلى مستويات للزوج التي تكونت في يونيو 2015 عفوا. وعلى الإطار الزمني الـ4 ساعات سنلاحظ مستويات دعم عند المستويات 121.20 ومستويات 120.50. تلك المستويات في حال الارتداد منها صعودا قد توفر فرصة لإعادة التمركز الشرائي مرة أخرى. أما في حال كسر تلك المستويات تنتفي النظرة الشرائية على المدى القصير. وبالنسبة لتداولات الذهب، لا تزال النظرة الشرائية قائمة مع ملاحظة كسر للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني النصف ساعة، مما يدعم النظرة الشرائية على المدى القصير باستهداف المستويات 1950 دولار للأونصة. وتظل النظرة الشرائية على المدى القصير قائمة طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1915، وعلى المدى المتوسط أعلى مستويات 1880، ويفضل استغلال التراجعات للشراء بالنسبة لتداولات الذهب. وبالنسبة لتداولات الداو جونز، أيضا من المتوقع أن نشهد استمرار للحركة الصاعدة الحالية باستهداف المستويات 35680 ومنها إلى المستويات 37000، بشرط استقرار تداولات الداو جونز أعلى مستويات 32500 على المدى المتوسط. وأخيرا بالنسبة لأسعار النفط، كما شهدنا ارتداد واضح من مستويات 116 دولار للبرميل، برغم من يعني عدم هدوء التوترات الجيوسياسية وتعنت روسيا لبيع الغاز الروسي بالروبل الروسي. ومن المتوقع أن نشهد استمرار لأزمة الطاقة الحالية خلال الربع الثاني من العام، إلا أنه من المتوقع أن نشهد بعض التصحيحات الهابطة لأسعار النفط، قد تعاود الارتفاع مرة أخرى من مستويات 94 دولار للبرميل، ومستوى الدعم التالي سيكون مستويات 86 دولار للبرميل. تلك المستويات في حال ارتداد منها صعودا يفضل بناء تمركزات شرائية على المدى الطويل. كانت هذه نظرة سريعة على الأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.